وسلم من العقل قوي مش كده؟ طيب سريعا بقى في بقى ايه مسائل سريعة كده عشان عايز اخش على ايه مصور في الزكاة بس في مسائل مهمة جدا 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 مسائل اللي هو في الغرب وغيرها دلوقتي اقطع عندها 30 بقرة احنا قلنا بنجيب فيها ايه؟ حاجة اسمها التربية حاجة اسمها التربية طب لو عندها 41 او 31 او 32 يعني هي طلعت على 30 مين التربية؟ الواحد او الاثنين دول عليهم حاجة؟ معلوش حاجة مين اسمهم الأوقاص الأوقاص اللي هم يعني ايه؟ ما يتوفى بعد إخراج الحد الشرعي أنا طلعت ابتداء واحد أو اثنين اللي هو الكسر يعني الكسر ده الشرع عنه اثنين في مسائل الابل والبقر والغنم في مسائل الابل والبقر والغنم وفي مسائل الزروع والثمار الشرع ما طلبش منك انفس حاجه عندك تطلعها يعني انا عندي ابل والبقر والغنم عندي ثلاثة أربعة من الابل كده انفس حاجه عندي اغلى حاجه عندي الشرع ما قاليش طلعها الناس قالوا معاك توقف كلام عمال الناس بس اذا كان الشرع بيراعي حقك فبرضه بيراعي الافراط فانت لما تيجي تطلع بقى في الابل والبقر والغنم ما طلعش واحدة عوض، ما طلعش واحدة مريضة، ما طلعش واحدة عالجة، ماشي ماشي. اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في صدقة كريمة يا لحد عجوز ولا ذات عوض. زكاة الأنعام لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام. فزكاة الخيل والبغال والحمير والله عليه وعلى آله طيب 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 انا النهارده احنا قلنا من 40 في كل 30 مثلا بقره في شاه في بقره اللي هي التربيه طب انا داخل 15 نفهم بقى النقطه دي عشان هي اللي عامله كل اللي جاي انا داخل 15 واخونا حازم داخل 15 انا الواحد عليه زكاه هو عليه زكاه طب احنا الاثنين اتجمعنا هيطلع لنا ايه؟ طيب الزكاة مين اللي يدفعها انا ولا هو؟ مساوي احنا داخلين بنص طب انا داخل ب 20 وداخل ب 10 وصل كده؟ اللي هو عنده وما كان من فريقين فيتراجعان مساويا اي حسب ما دخل راس كل واحد منهم نقطة بقى مهمة في حتة الأهمية ودي كان بيتلاعب بيها ناس في مسائل الزكاة زي ما قلت لكم دلوقتي أنا معايا 15 وحازم معاه 15 فإحنا عمالين بقى إيه؟ عمالين طول السنة بنتاجر مع بعض ونظبط مع بعض والكلام مرة السنة قبل ما السنة تكون ثلاث أربع أيام بص على حازم هتاخد حاجتك ولا أخد حاجتي فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين مجتمع خشية الصلاة لا يفرق بين مجتمع خشية الايه؟ الصدقة. ماشي؟ ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق برضه خشية الصدقة. ده ضبط مثال. احنا قلنا دلوقتي ان عند 40 شاة لحد 120 هيجعل ايه؟ شاة واحدة. طب انا لو معايا 40 عيل وحازم عنده 40 عيل واخونا المرأة عنده 40 عليه يبقى احنا نطلع كام؟ طب احنا بمعنى نقوم مع بعض المشاكل واحنا نطلع ايه؟ التلاعب الشرع نهى عن الشرع نعم الشرع نهى عن هذا التلاعب وقال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المختلف ولا يفرق بين المجتمع خشيه الصدقه مصارف الزكاه والاخره ان شاء الله واحد من القضاء المساكين. الفقير ما لا يملك شيء. معلش انا عارف النهارده انا مضطر جامد وده اسمه وده بس سهل ولا صعب؟ صعب. هي دي قصه العلم. الناس اللي يسلم سهل كده زاد ناس اصلا وسمعته مره واثنين وثلاثه درس كده يا سهل كده تلاقيك اصلا يعني زهقت في الدرس ده ثاني مره لو درس لما تتمرن فيه وتتبدل فيه وتطلع فيه والكلام ده ان شاء الله ان شاء الله تشرب الطعم كده تشرب طعم يا الله انا بدل ما بعد فكره الامن الشخصي عشان خبر بس انا بعرف ازاي بحط الكلام ده قاعد بنام ولا اشرب بحلاوه التعب
دايما كده يعني لو طاعه لو واحده زي اللي بتعمل ولا مش معي الفقراء والمساكين الفقير ومن لا يملك شيئا المسكين النساء بقى زمانهم ناموا خالص بس انا ضدي فيهم ما شاء الله خليني اعرفه يعني الفقير ومن لا يملك شيئا المسكين ما يملك ولكن لا يملك زي مين؟ زي الموظف كده الوظف ما شاء الله يروح ياخد بالدين اليمين المرتب 500 جنيه يروح يدفع 150 ايجار شقه ب 50 جنيه ما يجيش كل شيء عم بيشعر فده معاه ولا ما عملوش؟ معاه ده فرق الفقير المسكين قال الله ان صدقه فقراء المساكين طيب لو المسكين قدامي قوي ان شاء الله يعني طول بعرض وفرع وجاي يقول لي انا عايز من زكاة المال اديله اديله مسكين بس مليات مش هديله فلوس اروح اشتغل زي اللي ايه مثلا طول بعرض كده اقول لك حاجه لله بيه حاجه لله انا هديك بس مش هديك فلوس هديك في دماغك اضيف اسنانك ما ينفعش ما ينفعش انت قوي لا يحلك من مال الزكاة لا يحلك بحال من مال الزكاة طالما انك قوي تستطيع العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتسم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتسم وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عبد الله بن عمرو لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لذي مرة سوي ذي مرة أي قوي ذي مرة أي ذي قوة سوي أي سوي الأعضاء ده لا يحل بحال الإخوان الأخوان من الزكاة ثلاثة لو أنا واحد اثنين أخوان مساكين ثلاثة العاملون على الزكاة والعاملون على الزكاة واحد من ثلاثة واحد اللي بيجمعها الزكاة تحت إذن ولي الأمر ولي الأمر مثلا بعت إن أنا أجمع زكاة المال فأنا عامل عليها عشان بجمعها اثنين الذي يقوم بتوزيعها ثلاثة الذي يقوم بحمايتها الذي يقوم بحمايتها وهؤلاء يعطون هؤلاء يعطون شوف الشرع بيقول حتى وإن كان أغنياء يعني لو كان غني أنا لازم أديله ليه؟ أكثر مش كنت صحيح بس كان صعب قوي ايه؟ انت جبت تكحل عملتها يعني هو في المره الاولانيه قال عشان اخسر عليك المره الثانيه عشان ما تمدش ايدك حتى يتعافى على الحرب مش قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله لو كان مجاهد في سبيل الله غني ممكن يديره الزكاة كان زكاة المال وابن السبيل وجاهد فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك والحديث مش عارف والعدل عليه عمل عليه أربعة 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 الأول المكاتب، عارفين يعني المكاتب؟ أنا عبد، عبد حازم، حازم قال لي أنا هعمل بينك وبينك وبينك عقد وكاتبه تديني 1000 جنيه هحررك، فأنا كعبد أقع أشتغل وأجيب بردات عشان أجيب 1000 جنيه إيه؟ أديها له، فده اسمه مكاتب لأنه إيه؟ سيله كاتبه على التحقيق اللي دفع له مثلا مبلغ معين، فالمكاتب ده ممكن أساعده بزكاة المال. يا رب رجع حبيبنا يا رب. والإيمان. شوف في الآخر ما قلت أمين أنا عبيد الله